حل مشكلة التسويف في نقطتين. النقطة الأولى إيه هو التسويف وأسباب التسويف والمخاطر النفسية والدينية بسبب التسويف، والنقطة التانية هو حل التسويف وعلاجه. أول حاجة لازم تركز معايا، التسويف هو قدرة النفس على فعل شيء وادخار الوقت له، ولكن أسوف هذا الشيء بغير مبررات. يعني إيه؟ أنا بسوف الحاجة من غير مبررات وأنا قادر أعمل لها وقت. أسباب التسويف، أسباب اللي بتخليني أسوف أي عمل، الأسباب اللي بتخليني أضيع العمل دي، طبعا دوت من كتاب لغز التسويف. اول سبب هو سبب هو عدم وجود العائد السريع. انا عايز عائد سريع، يعني عايز اكل اكله كده في فاحس كده بالسعاده، عايز اكل، عايز اخرج خروجه، عايز اعمل اي حاجه، فالعائد السريع. ودايما الاعمال الكبيره اللي لها فائده ملهاش عائد سريع، يعني مثلا زي شغلك العائد بعد شهر، زي المذاكره والعلم العائد بعد ما تمتحن، او العلم الشرعي، او انك تكون طالب علم عائد بعد كده ليك في الدنيا والاخره. واحد عايز ينقص وزنه عشان يتجوز او عشان شغله معينه، فالعائد لسه مش دلوقتي. دايما حط في دماغك ان العائد السريع هو بيضيع كل حاجه، ملوش اهميه العائد بعد كده. تاني حاجه تجنب الالم. السبب برضو ان انا بسوف اي عمل ان انا بتجنب الالم، يعني انا مش عايز اصحى الفجر، مش عايز اصحى الصبح عشان اشتغل، مش عايز اصحى الصبح عشان اتعلم، بتجنب اي حاجه تقول لنفسي انا عايز الراحه. والله سبحانه وتعالى قال في القران: فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب، ارغب الى الاعمال الصالحه. الراحه النفسيه دايما في الاعمال الصالحه وفي الاعمال اللي هتنفعك في الدنيا والاخره. راحه الجسد مش مهمه. طبعا الناس دي ما بتبقاش ناجحه لان هو دايما بيشتغل على الخوف، هو دايما الخوف اللي بيحركه. انا همتحن وهسقط وبتاع، فيتحرك علشان ايه؟ علشان هو يمتحن ويسقط، فيتحرك علشان هو هيترفد من الشغل، فيتحرك علشان هو مش هيتقبل في وظيفه او مش هيتقبل في جوازه، بيتحرك. والناس دي ما بتبقاش ناجحه لدرجه عاليه لانه دايما بيعتمد على الخوف. تخيل بقى لو واحد ما عندوش حاجه بتخوفه، هو خلاص هو هيفشل في الدنيا وفي الاخره. النقطه المهمه جدا هو الجانب الديني. الجانب الديني بسوف صلاه، بسوف صيام لسه من رمضان اللي فات، بسوف زكاه، علي زكاه، علي زكاه مال، بسوف رد مظالم الناس، فكل شويه بسوف، بسوف التوبه. قال ساتوب غدا مات ولم يستيقظ، كل يوم ما فيش وقت. الله سبحانه وتعالى قال في القران: فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. قال الله سبحانه وتعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعني الموت لما هيجيلك هيجيلك فجأة. يعني ايه هيجيلك فجأة؟ موت الفجأة يعني انتشر. ولما هيجيلك الموت مش هتلحق تعمل حاجة، فما تسوفش توبة، ما تسوفش صلاة، ما تسوفش زكاة. ودي من أسباب التسويف والأضرار، التسويف أضرار التسويف على الجانب الديني. علاج التسويف، نفسي اعالج التسويف، اعالجه في 3 نقط. دايما التسويف في الصلاه وتسويف اعمالك اللي هتنفعك في الدنيا زي العلم وزي انقاص الوزن وزي حفظ القران، دايما بيبقى الـ 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 الندم واللوم لنفسك في اخر يوم ولا في اخر المده اللي كنت محددها انك ما عملتش حاجه، ما انجزتش حاجه، فتبقى دايما بتفسد الراحه حتى وانت مستريح بيجي لك الالم والندم. ثاني حاجه هو انك ظلمت نفسك ظلم كبير، انك تقدر تعمل اكتر من كده، وانك ضغطت نفسك في اسبوع خلصت فيه 17 ماده وانت كان قدامك سنه، كان ممكن تبقى احسن من كده وتطلع الاول كمان. ثالث جانب انك بتضيع فرصه علميه وفرصه ماديه، وبتضيع في الجانب الديني بتضيع الجنه. الجنه عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين، جنه عظيمه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. قال صلى الله عليه وسلم: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. فكر في كلامي، انا بحبك في الله.